بنسبة تجاوز 80% من الأصوات فاز رئيس ساحل العاج الحسن وتر بولاية ثانية من 5 سنوات منذ الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي شهدت نسبة إقبال تجاوزت بقليل 54%. وكانت حظوظ وتر وافرة بالفوز بفضل حصيلة النتائج الاقتصادية الجيدة، وقد تقدم على منافسه باسكال نغوسن ممثل الجبهة الشعبية العاجية التي أسسها الرئيس السابق لوران غباغبو.